السؤال اللي يطرح المهم هو علاش جيتي؟ فيكتيمون في 2011 في اكتوبر 2011 الباسط عمر زينب زيدان هذو هما المؤسسين مشاو شافوا الاحزاب السياسيه دخلنا الاحزاب السياسيه باش نخدموا معاهم ومي درنا لو تور في شهر ونص تقريبا شفنا المستوى ديال الحكامه الذاتيه الداخليه في الاحزاب وشفنا الناس اللي يحكمون وشفنا لاحظنا كل شفافية بين الحزب العدالة والتنمية كان ان كران او دوسو الاخرين في الحكم في الحكمة في لا فورماسيون في لا فورماسيون في لا كوبتاسيون وما ما غريبش علاش ربح هما جاو وصلوا للحكومة وتيخدموا بحسن نية ولكن النتائج ماشي في المستوى علاش كنظن نفتيزي بان باش تكون واحد الحكمة في المستوى خص يكونوا جوج حوايج خص تكون اولا القيم والكفاءة في نفس الوقت القيم والكفاءة في المغرب كيف قال زيدان في الأول تنظروا لزينب زينب قالت الناس اللي عندهم الكفاءة ما تبغيش يمشيو يوسخوا راسهم في السياسة والناس اللي عندهم اللي بغاو يمشيو للسياسة تمشيو ماشي بالقيم تمشيو بالفلوس باش يربحوا الفلوس باش يربحوا واحد السمعة دونك بدينا من بعد لي زيليكسيون ديال 2011 قلنا نبداو نخدمو نبداو نشرحو في العمل ولكن السؤال اللي طرح لينا دائما هي فين ماشي تولي هل اسكو تي زي با دوفينير ان بارتي بوليتيك نتوما راه غادي تطلعو ان بارتي بغيتو تدخلو ان بارتي شنو بغيتو ديرو بالضبط فلوسكم منين تيجيو شكون نتوما هاد الاسئله طرحو شكون حنا راه شفتونا كاين شوف كاين شباب كاين شوف ما عرفتش شويه ولكن كاين اللي بياتو شويه وبكل صراحه ما قديناش نواجهوا هذا السؤال ديال شنو نولي شنو درنا في رمضان كيف قال زيدان عرضنا على 30 واحد تقريبا 35 واحد فطور دو ريفليكسيون ستراتيجي يافي بوكو دو كونسلتون سيرتو دي كونسلتون ستراتيجي تخافي دون دي كون كابيتين ماركيزي اتسيتيرا ودرنا بوندون 3 زوغ على المستقبل ديال تيجي 2030 كيس كون فادوني انا نعطيكم الخلاصه الخلاصه ديال اللي قلنا حاليا كنا واحد المجموعه باقي المجموعه ديال الشبان بين 23 عام حتى 45 عام تقريبا عندنا اش اللي جمعنا هما القيم ربطتو بين فلاشات دي فالور اللي عندكم اللي كنت تاخذ النور جمعنا القيم وتشرعنا في واحد المشروع بنا في مشروع واحد وكثرنا كبرنا المشاريع ثلاثة المشاريع قلنا اوجوردي حنا كشباب خصنا نبقاو قافتين في هاد القيم ديالنا ونحاولوا نجروا الناس معنا اللي عندهم قيم عندهم كفاءات عالية كفاءات دراسية وكفاءات التعامل مع الناس كما قال لو كيو لو كي لو كيو اي سي لو نيفو دانستركسيون لانتيليجونس اي لو كيو سي التواضع لي موشيونيل دونك التعامل علاش باش نوجدو واحد الحكامه جديده الناس هادو ماشي تدخلوا تضيعوا وقتهم بغاو الدوله مع الغدا ماشي الوقت واحد المرتبه الناس هادو اللي كاينين كلهم راه خدامين الحمد لله عندهم المدخول ديالهم قانعين ما خصهمش يدوروا على حرام بغاو يخدموا بلادهم مجموعين بحب الوطن حب الوطن واحد القلق واحد لاغاج الحكمه اللي عندنا اليوم ما عجبهاش كاينين اللي تيحكمونا مزيان الله يكمل بخير ولكن اللي ما تيحكموناش مزيان يفونا باغي لابوت